دكتور الشاهي عبد الغني، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة، طبيب وطني، عضو الجامعة الدولية. أولا مرحبا بك في موقع البطولة كوم. كيفاش تجي الحضور ديالكم في هذه التظاهرة اللي تتنظمها هنا بهذه جامعة المصارعة الجديدة؟ مناسبة كبيرة لأنه بطولة خاصة بالشبان والفتيان اللي هما المستقبل ديال الشعب ديال المصارعة في مدينة جديدة اللي كتعطي الأبطال. نتمنى على الله هاد المناسبة تتكرر بزاف باش يكون واحد استقطاب أبطال جداد. ثانيا عندنا واحد الأهمية أخرى لأنه كاين بطولة إفريقية الشبان والصغار كتكون في الجزائر. هذه مناسبة باش المدربين يعينوا بعض اللاعبين اللي غيكونوا ان شاء الله هما غيكونوا فريق الوطني اللي يمشي للجزائر. دكتور، كيفاش تشوف المستوى ديال المصارعة الوطنية قاريا ودوليا؟ المصارعة الوطنية كنا شوية واقعيين، كدوز بواحد الفترة شوية صعيبة. نتمنى على الله هي الرياضة كلها ماشي ديال المصارعة، كنشوف كاع الرياضة كاين ظروف صعيبة. كاين دابا واحد النشاط جديد لا من ناحية الوزارة ولا من الجامعة، كاين واحد المسائل اللي كتحضر. نتمنى على الله في السنوات المقبلة بالخصوص السنة الجاية إن شاء الله اللي تقدر تكون هناك واحد انطلاقة جديدة للمصارعة المغربية وترجع للمكانة القديمة اللي كانت عندها على الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد العربي. قدنا أبطال إن شاء الله اللي كيمشيو بعيد اللي كيشرفوا إذن الصفة ديالكم دكتور داخل الجامعة من غير الكاتب العام نائب رئيس الجامعة دوليا. 1989 كنت طبيب الجامعة الملكية المغربية للمصارعة، وبالمشاركات ديالي في التظاهرات الإفريقية والعربية تمكنت باش نوصل للمستوى العالي للجامعة الدولية وليت عضو الدولية. هذا كيشرفني وكيشرف الناس في المغرب لأنه كطبيب حصل لي الشرف تعينت في تظاهرات كبيرة بطولات عالمية والألعاب الأولمبية في بكين كطبيب مشرف مع بعض الأطباء الآخرين على جميع التحضيرات الطبية اللي كيكون في المناسبات الكبرى كطبيب مشرف على مراقبة المنشطات. الحمد لله كنحاولوا في المغرب بالإمكانيات اللي عندنا بواحد الطريقة اللي كتخلينا بواحد المستوى عالي. الجامعة الدولية واللجنة الطبية كدير فيها واحد الثقة كبيرة لأنه كعضو نشيط في اللجنة كنقوم بمحاضرات واجتماعات. أنا من الأطباء اللي تيكون عندهم واحد النشاط حيوي في وسط اللجنة الطبية. الجامعة الدولية وهذا الشيء كل شيء الحمد لله كيجي لنا وعلى جوج بعثات الصفحة التضافر ديال المجموعة ديال الإخوان في الجامعة والرئيس وكاع الإخوة اللي كيتعاملوا معايا. دكتور، كنت مع البطولة كوم وتنشكرك على هذه الاستضافة وتتمنى لك التوفيق والنجاح في المهام ديالك.